المرة دي هنعمل كيكة الجزر بالفواكه المجففة زي كالعادة. مقادير الكيك: بيض وسكر وزيت بالمقادير اللي انتوا شايفينها قدامكم على الشاشة. هنزود عليها كمان دي وبيكنج باودر وملح وقرفة. عندنا كمان شرايح من الجزر، وعندنا زبيب وعين جمل وممكن تين مجفف ومشمشية، وهنزوقها بالسكر البودر. خلاص، اول حاجة زي ما دايما متعودين هنعمل البيض. خلاص، وبما ان مفيش فانيلا في قرفة، فاستغنيت عن الفانيلا. هحط مع البيض رشة قرفة، هتشيل اي زفارة. بما ان في قرفة خلاص فمش لازم نحط الفانيلا. اهي هحط حبة القرفة. ماشي، اوكي. وبعد كده هبتدي اضرب كويس قوي قوي قوي. لما وانا بضرب هتلاقوني بحط السكر. ماشي كده، انا ضربت البيض والسكر كويس قوي مع الزيت، حطيته بطريقه بطيئه وفي رشه قرفه. هشيلهم كده بقى وهضرب شويه كمان وانا بحط الدقيق. بس اجيب المعلقه، هحط هنا على دي القرفه، رشه الملح، البيكنج باودر. خلاص، ونقلب وابتدي احط دي معلقه معلقه على البيض والسكر. بصوا، لميت كل حاجه. شايفين العجينه بقت عامله ازاي؟ هبتدي احط الزبيب، المشمشيه، ممكن الجزر لو عايزين تشوحوه تشويحه كده على النار تعملوا كده، بس انا شايفه ان هو يعني مش محتاج. يعني خلاص، طبعا انا عامله منها نسخه. نبصوا الساعه كام، يا دوبك عقبال ما نطلع فاصل ونرجع هكون عايزه اقدم الطاجن العكاوي. بس ابص على الخضار بس الاول. اهو نحط دي اللي هنبطن بيه القالب بس، وابتدي انزل الكيك ونحطها على درجه حراره 180، وما نفتحش عليها الفرن لمده على الاقل 35 دقيقه.